والجمهور كله تيهو تابو ستة بين ستة سيد رئيس الجلسة، سيد ممثل الجمعية، سيد ممثل الجماعة المجلس، أستاذي الأستاذ عبد الله بوستة، صديقنا القديم سيدي عبد الرحمن السليماني، أخي وزميلي الأستاذ عز الدين بليس، السيد الرئيس الأستاذ نجيب المنصوري، الأخ والزميل الحكم الدولي سيدي هشام التيازي، الحضور الكريم. نجيب جوالي. نجيب جوالي. نجيب منصوري. منصوري. أخي وزميلي الأستاذ نجيب الجوهر. إذا سمحتوا لي إخوان، أنا بغيت نقدم الشكر الجزيل للإخوان ديال الجمعية، حقا هذا عمل كبير. فالحقيقة هذا في نظري هذا النوع من اللقاءات كيسمح لنا أننا نتبادل واحد العدد ديال الأفكار ونعترفوا بالجميع المعطيات. أنا قبل ما ندير مداخلاتي نبدا عندي تعقيب بسيط بالنسبة للإخوان اللي قالوا أننا تدغيب الذاكرة وتدغيب ثقافة الاعتراف بالنسبة لهذه المدينة. الإخوان الله يحسبها فينا ما أدى اللحظة ماديا ومعنويا، سحن الشاورة فينا ما أدى اللحظة ماديا ومعنويا. يقدرش اليوم شي حد يقول لنا ما كايناش ثقافة الاعتراف. سأل الله وستة إلى خرج اليوم من هنا راه تيبوس الناس راسو اعترافا لما اسداه للرياضة والرياضيين في هذه المدينة. الذاكرة عبد الربيه أستاذ جميل، تمنيت أنكم تطلبوني الإخوان ديال المحاضرة على الهار على سيد عبد الله بوستة، تنديروا محاضرات عن الرجال السياسيين، وباقي ما عندناش تقليد في هذه البلاد أن نديروا محاضرة على الرجل الرياضي. علاش قلت محاضرة؟ أنا في نظري ما غادي يكفينيش 10 ولا 15 دقيقة نهضر على الساعة. علاه؟ لأن 55 عام من العشاء اللي غادي يشد على هذا الشيء هو السي عز الدين بنيس. وأنا ويا طفل في الصيو، ديك الساعة كان الصيو، وكان عندنا واحد الأستاذ ديال التربية البدنية اللي اسمه هو عبد الله بوستة. أكثر من ذلك كنا مع خمسة العشية إلا وتتولى عندنا مقابلة حبية تجمع واحد العدد ديال اللاعبين الأطفال ضد الأساتذة ديالنا، وهذوك الأساتذة شكون هما رحمهم الله؟ كان فيهم سي محمد بومدين، سي محمد بن الحجوب اللي هو اللاعب السابق ديال كوكب مراكشي، في واحد العدد ديال الأساتذة، وكان ستي الله، وكان اللي تيلعب معاهم المدير ديال المؤسسة. هاد الناس علمونا ربونا سعاو باش نكونوا الخير ابناء هذا البلد، فالله يجازيهم بخير. إلى سمحتوا الإخوان، أنا بغيت في كلمة بسيطة، ما بغيتش نطول، لأن الحقيقة حنا بحكم العمل ديالنا كنهضرو بزاف، ولكن اليوم أنا جيت سعيد أنني نحضر معكم. لماذا؟ لأن هذه لحظة اعتراف لرجل أسدى للرياضة محليا ووطنيا الكثير. علاش قلت بغيت ندير محاضرة؟ لأن إذا تكلمنا على الرجل، على التربية، على الأخلاق، على الثقافة، على العائلة، على واحد العدد، صعيب علينا أن نختزل هذا الشيء بدقيقة.
فيا سمحتوا لي الاخوان ما غادي ناخذ شي بزاف ديال الوقت، غادي نلتمس منه جوج ديال المسائل، جوج ديال الملتمسات عندي. انني انا غادي نطلب من الحاجه مطلوبه اعتراف لنا بالجميل، وانني نقبل ليه الراس ديالو امامكم. ثانيا يقبل مني واحد الهديه بسيطه اللي هو كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. شكرا على الالتفاتة، وبغيت نعبر على الشعور ديالي، الفرحة والامتنان والفخر بهذا اليوم، هذا السعيد اللي غادي يبقى مترخ عندي في الحياة ديالي الرياضية وغير الرياضية. الشيء كله بفضل جمعية الإنماء اللي انضموا هذا الدوري وشرفوني انا شخصيا باش يكون الاسم ديالي هو اللي معطي لهذا الدوري. وكي قلت لك يعني لاول خطره تنحس بهذا الشعور بعد مسيره طويله ديال كره القدم وديال الميدان التربوي والميدان الرياضي، فلأول خطرة تنكون محطة اهتمام ديال الإخوان الله يجازيهم بخير اللي ارتأوا باش ينظموا هذا الدوري على يومين، وتنشوف أنه خدا الأهمية ديالو اللي خصها بحضور الصحفيين، بحضور أسماء رياضية، بحضور أسماء مسؤولة كانت مسؤولة في كرة القدم. انا فضلت يرجع لجمعيه الانماء، وغادي نبقى مدير لهم طول ما تبقى ان شاء الله من الحياه.